حنبدأ بالترتيب طبعاً من أول الأبراج من الحمل إلى الحوت، ورح أبدأ مع مولود الحمل. يا صباح الورد. هلا مولود الحمل، من البداية بدي لك يمكن تضطر بهذا الشهر لشوية صبر الحقيقة، لأنه الشمس موجودة بالميزان، شوي عم تضغط عليك، عطارد أيضا متواجد بنفس الموقع تقريبا لمنتصف الشهر. هذا شوي بعرقل طبعا شوي مشاريعك المهنية، ويمكن يأخر بعض الإجراءات المنتظرة في هذا الشهر. شوي هيك متاعب، شوي يمكن مواجهات، يمكن مساءلة، يمكن عدم تأييد من الآخرين، اعتراضات شوي بما يخص أهداف أنت حاطة ببالك. ويمكن مولود الحمل، ما بعرف، الله أعلم، يعني ممكن بطريقة كتير مفاجئة تنتقل لموقع آخر بالعمل. البعض مواليد الحمل بيطلوا بهذا الشهر على اتفاق أو شراكة جديدة، أو يمكن قرار بتاخده بهذا الشأن، وهذا القرار قد يكون له ارتباطات عائلية. من الممكن طبعا بهذه الفترة كل المواضيع المتعلقة بالشراكات انه ممكن تكون من الاولويات بهذا الشهر، شراكات زوجية، عاطفية، مهنية. لهيك بدك يعني تتخطى اي نوع من انواع التطرفات والعصبية ببعض الفترات، سواء بالعمل سواء مع العائلة. لا تنسى انه المريخ كمان يعني موجود بموقع مانو مناسب، يعني في التزامات صحية شوي بهذا الشهر لمواليد الحمل، وممكن أيضا يكون في شوي هيك ضغوط على الصعيد العائلي أو عدم استقرار على الصعيد العائلي. طيب هلا يعني خلونا نقول إنه مواليد الحمل ما يكونوا كتير ارتجاليين بقراراتهم، وتذكر دائما إنه الحكمة بتنقذ الأوضاع دائما. هالقلق اللي بتعيش فيه مولود الحمل هلا إن كان عاطفي، ممكن بالنص الأول من الشهر يعني تعاني شوي من هيك بعض الظروف العاطفية، أو تحس حالك مع أشخاص ضاغطين، يمكن عليك في قلق شوي بالأجواء، تردد، حيرة ازدواجية بالمشاعر، الله أعلم عند مواليد الحمل. طيب هلا ما تسمح لحدا يتدخل، يعني دائما إذا كنت مرتبط لا تسمح لأطراف خارجية تتدخل بعلاقتك مع الشريك. في مواليد حمل عندهم حسم لبعض العلاقات بهذا الشهر. هلا اعتبارا من 17 كتير عندك أجواء حلوة، اعتبارا من 17 أمورك المادية، أمورك العاطفية تتحسن، وأنت رح تشعر بهذا الوقت بوضوح أكبر، لأنه حيكون عندك خيارات جديدة وحتوضع الماضي المتعب. هذا شهر في بداية جديدة لمواليد الحمل، اتفاق أو شراكة، وفي عنده نهاية مرحلة كتير حاسم هذا الشهر بالنسبة لك الحقيقة، لأنه في ولادة قمر بالميزان، وفي اكتمال القمر ببرجك أنت شخصيا بأواخر الشهر. فلهيك أنا بشوف أنه مواليد الحمل كتير يدققوا بخياراتهم، يهتموا بصحتهم، لأنه الصحة هي الحلقة الأضعف بهذا الشهر، بظروفهم العائلية، بعلاقاتهم العائلية. هلأ اعتبارا من 23 بتهدأ الأجواء وبتبدأ مرحلة التعويضات. طيب خلونا نشوف هلأ مواليد الثور شو أخبارهم بشهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2024. في حركة كتيرة بهذا الشهر لمواليد الثور الحقيقة، في انشغالات، في مسؤوليات، يمكن التفاصيل اليومية بتكون شوي مصدر لضغط ومصدر لإرهاق، فكتير بدك تكون مرتب ومنظم بمواعيدك. مضطر بهذا الشهر مولود الثور تضاعف جهودك لحتى تقدر هيك تنجز كل شيء مطلوب منك. هلأ شمس موجودة بالميزان، عطارد أيضا موجود بالميزان، يعني بيأثروا مباشرة على أوضاعك العملية، يعني بالنسبة لكثافة عملك، مسؤولياتك، التعب، يلي الواجبات، الالتزامات، وبيأثروا على الوضع الصحي أيضا. فأنت عندك يعني اهتمامين
عمل، تنظيم العمل، ترتيب المواعيد، هيك التحرر من المسؤوليات يلي إضافية خلينا نقول، والاكتفاء بالضروري، وأيضا الصحية. يعني بدك تهتم بصحتك. ممكن كتير من مواليد الثور يكون في عندهم عمل إضافي بهذا الشهر أو عمل جانبي، يعني إضافة لعملهم الحالي. عموما أوضاعك المالية بتتحسن بهذا الشهر، يمكن مثل ما قلنا عبر عمل جديد للبعض. خلينا نقول بعد تاريخ 13 بينتقل عطارد لبرج العقرب. هون صار دخلنا مرحلة التفاوض، دخلنا مرحلة المواجهات شوي صراحة، لأنه هو بالمواجهة معك عطارد، يعني شوي نقاشاتك مع الشركاء يمكن تكون شوي صعبة أو حدة، أو شيء بيصير إشكالية معينة. هلأ البعض مواليد الثور ممكن يناقشوا عقد أو اتفاق جديد، سواء بعمل، سواء بعلاقة شخصية، سواء بسكن، بعقار، في شيء جديد بدك تناقشه، أو بعملية بيع وشراء ممكن تفاوض عليها. المريخ أيضا بالسرطان مهم بهذا الوقت، لأنه هو بيأثر على طريقة التواصل الحقيقة، فبدك تهتم بطريقة تواصلك مع الآخرين، لأنه ممكن يكون في شوي فوضى بتواصلك مع المقربين، الإخوة، الأخوات. يعني بدك تنتبه الناس القراب منك كتير، لا تتسرع مولود الثور بإجراءات منزلية أو حتى عقارية. هذا شهر مهم أنه يكون كل شيء عندك ضمن الأمان. أنت بتحب الضمانات عامة، مولود الثور ما بيحب المغامرة أبدا، بيحب دائما يضمن الأشياء. طيب، فهذا شهر بيدعوك لأنك تتأنى وتهتم بسيارتك، بالطرقات، بالسفريات يلي ممكن تكون. عاطفيا أنا بشوف هذا شهر متحمس مولود الثور للأجواء العاطفية، ويمكن في مجازفة ومغامرة. بالنسبة للخاليين ما بدي أحكي عن المرتبطين، يعني ما بدي أحكي، لأنه مواليد الثور ما عندهم خيانة بالمعنى الحرفي للكلمة، فلهيك يعني ما أنه مواليد جوزاء مثلا لأقول انتبه إذا كنت مرتبط بالمغامرات، لا. فالثور يعني شوي يمكن هيك خياراته يكون فيها شوي اندفاعات، ما تحط حالك بمجالات دقيقة، من الممكن أن تهدد استقرارك، بدك تنتبه إذا كنت مرتبط. هلأ من 17 الشهر الأمور بتصير أفضل، بتعيد ترتيب علاقاتك، بتقرر مصالحة، بتقرر تكمل علاقة. إذا صار في خلاف، وارد تكون في خلافات مع الشركاء العاطفيين، وممكن البعض يفكروا بارتباط جديد أو بانفصال نهائي، يعني هذا كتير وارد. الأجواء عموماً شوي بتصير صعبة اعتباراً من تاريخ 23. هذا التاريخ تذكره منيح، لأنه هذا التاريخ هو انتقال الشمس لبرج العقرب، فبيصير صخب شوي بهذا الوقت، وبتصير التفاهمات أقل يعني، فبدك تكون كتير هادي، ما بدك تعاند شو ما تعرضت لمواقف. يعني ممكن كتير كمان تطرح مواضيع مالية، ديون أو حقوق أو التزامات عليك، يعني بدك تنتبه شوي، لأنه في مفاجآت، في أورانوس عم يتراجع عندك، بيخلق بعض المفاجآت على المستوى العائلي أو السكني، فبدك تنتبه. هدينا شوي. عموما التلتين من أول الشهر أفضل بكتير من التلت الأخير منه. نشوف شو وضع مواليد الجوزاء، شو رأيكم مواليد الجوزاء؟ هذا شهر كتير حلو، كتير حلو يعني أخيرا، لأنه الشهر الماضي كان مرهق وكان متعب لمواليد الجوزاء. هذا شهر حلو، شمس عطارد بالميزان داعمين كتير، بحسنوا من أوضاعك وخاصة العائلية، لأنه كان في شوي متاعب على صعيد علاقاتك العائلية أو ظروفك بشكل عام بالشهر الماضي. بهذا الشهر حاول أنك ترتب أمورك العائلية وتصلحها أو تعيدها لاستقرارها على الأقل. في مصالحة بعد متاعب لنا، ورغم أنه في حركة تراجعية لكوكب المشتري ببرجك بدأت الحقيقة اعتبارا يعني من بكرة، خلينا نقول 9
رح تبدأ الحركة التراجعية للمشتري، وحنختم هذا العام والمشتري متراجع، لأنه المشتري ما له سيء بالتراجع بقدر ما هو بخل. ما كتير بدك تعتمد على الحظ بقى، بدك تعتمد على جهودك وعلى اقتناصك الجيد للفرص. عموما الحظوظ كتير جيدة، بس بدك تحاول تتكيف مع كافة الظروف. في بدايات عاطفية جديدة عند مواليد الجوزاء بهذا الشهر، والبعض ممكن يرجع لماضي عاطفي، احتمال كتير كبير ترجع تقلب بدفاتر الماضي. في أمر بالنسبة للمرتبطين متعلق بالأولاد، متعلق بأشخاص صغار السن يعني بمحيطكم، هذا اعتبارا من 2 الشهر طبعا، لأنه في أساس جديد عم تضعه مولود الجوزاء لمسارك أو لأهدافك الجديدة. في مسؤوليات بتواجهها اعتبارا من منتصف الشهر، بدك تنتبه لا تضيع فرصك، وخد الأمور بجدية يعني وبمثابرة، في شوي هيك ضغط عملي عندك أو التزامات. كتير دورك حلو بهذا الشهر، بس شوي في فوضى بالمصاريف. الحقيقة مريخ السرطان بيعمل لك هاي الفوضى، يعني ما بتعرف منين بتطلع لك المصاريف، وأحيانا بتكون اختياراتك أنت يعني ما حدا فارض عليك، ففي فوضى. حاول ما يكون في أخطاء مالية كتيرة بهذا الشهر، خاصة إذا عندك قرارات كبيرة، يعني إذا عندك بيع شراء شراكة أجلها للشهر القادم، يعني لا تحسم أمور. بتتحسن أوضاعك الصحية أيضا، يمكن وزنك بيزيد بهي الفترة، فبتفكر تعمل شيء، تلجأ لإجراء، تعمل دايت، تعمل رجيم، تعمل رياضة، أنت واختياراتك طبعا. أيضا في عنا بهذا الشهر اكتمال لا أمر ببرج الحمل، يعني في انتهاء من موضوع له علاقة بسفر، أو يمكن للبعض فكرة ارتباط بعلاقات خارجية عاطفية أو مهنية أو دراسية. كتير ناس بهذا الشهر يعني بدهم هلأ يستعدوا ليسافروا ليدرسوا مثلا أو ليشتغلوا أو ليرتبطوا. في علاقة من الماضي بترجع وبتخليك هيك ميال لتاخد قرار يمكن طال انتظاره. أكيد في حسم هذا الشهر عند مواليد الجوزاء، لأنه في اكتشاف لبعض الأسرار أو لبعض الحقائق يلي كانت خافية بالماضي، لهيك هذا الشهر بيحدد وضعك بالطرف الآخر. احتمال الخلي مواليد الجوزاء ينجذبوا لأشخاص من محيط العمل أو من محيط طبي أو صحي، يعني تصادف لك شيء حدا بمشفى لا سمح الله، ما بعرف، بس يعني في خيارات نهائية وفي اختبار لبعض الارتباطات بحياتك. بتصعب شوي الأمور بتاريخ 17 مثل ما قلنا، يعني بدك تهتم لأنه زهرة بالقوس بالمواجهة معك، بتحطك أمام خيارات نهائية. من تاريخ 23 بدك تضعف المسؤوليات، وبدك تبلش تهتم لنا شوي بصحتك. طيب بدنا نروح هلأ لمواليد السرطان، يسعد لي أوقاتك. هذا شهر التغييرات العائلية بامتياز مولود السرطان، ويمكن ترافقك ضغوط بهذا الشهر على فكرة، لأنه رح تبقى بحالة من التوتر وقابلية الخلاف بأي لحظة. يعني الشمس عطارد موجودين بالميزان، مريخ موجود عندك، يعني في تعارض شوي بهي الكواكب، لهيك بدك تنتبه من أي مبالغات بتحليل الأمور، لأنه إذا كتير دققت بالأمور وحللتها يعني هذا موضوع ممكن يدخلك بنقاشات معقدة مع المحيط وخاصة العائلة. طبعا في تراجع ايضا لكوكب المشتري لنا بتاريخ يعني هلا بكره، مع ولاده قمر بالحمل، مع ولاده قمر بالميزان، مع اكتمال قمر بالحمل بنهايه الشهر. يعني كواكب كلها عم تشكل مربعات شوي، عم تضغط عليك وعم بتحاصرك شوي مولود السرطان، او عم تضعك بمواقع هيك مقيده لك. الوضع كتير مرتبط هلأ، بدك تهتم باستقرارك كتير وعلى كافة الأصعدة. ما بدنا قرارات عشوائية، اتضايقت من حدا
يعني بلوك تعمل له مثلا فورا، تطالعوا من حياتك فورا مواليد السرطان عندهم هالعادة، فلهيك يعني بدكم تنتبهوا وتتأنوا شوي. وارد بهذا الشهر تغير مكان إقامة أو سكن أو موقع مهني أو شخصي، وممكن كثير إذا كنت مسافر ترجع لبيتك، ترجع لبلدك، أو تفكر بسفر. بس في قضايا ماضية بترجع بتنطرح من جديد، وعلاقات بدها إصلاح وتصويب. البعض مواليد السرطان مثل ما قلنا بشعوره الداخلي في شيء عم بيعيق حلاوة الأشياء، يعني ما بتحس بهذا الشهر، أكيد بمر أشياء حلوة بس أنت مشغول البال كتير. فهل ظروف الضاغطة العائلية أو ربما الصحية يعني شوي بتضغط عليك وبتضطرك انك تتعامل بهدوء، ما تفرض ارادتك مولود السرطان ولا تقلل من قيمة آراء الآخرين، هي حطها بعين الاعتبار. بدك تنطر لتاريخ تقريبا 23 بانتقال الشمس لموقع رائع ومناسب لتتحرر من هالضغوط، يعني شغلتك 20 يوم وأكثر لتصير فعال أكثر، تلاقي قنوات تفاهم مع الآخرين، ممكن انسجام، تواصل، تأثير وإقناع، يعني فيك تزيل بعض الخلافات اعتبارا من هذا التاريخ. لا تختلف مع العائلة على أمور مالية لأنه في نقاشات والتزامات مالية، ما تختلف معهم أرجوك، يعني حاول أنه دائما تعمل تسويات صحيحة. عموما هذا شهر ممكن شوي يكون متعب، بس بحال أنه هيك اعتمدت على اللطف وما رفعت التحديات فأنا بظن أنه الأمور رح تكون حلوة. السرطان عاطفيا بفكر ينفصل عن ماضي عاطفي ويبدأ من جديد لأنه هذا الماضي تعبه كتير. يمكن طبعا بدي أقول أنه مو شهر عاطفي كتير هاد بالنسبة لمواليد السرطان، بالعكس يعني شهر شوي مهني وعائلي خلينا نقول، بس بأواخره بالعشرة أيام الأخيرة رح تتحسن الأمور بشكل عام. ننتقل لمواليد الأسد، يعني مولود الأسد هذا شهر بالنسبة لإلك يعني أنا بشوفه جيد عموما، يعني ما بشوفه سيء، بالعكس كواكب كتير داعمة. يمكن أول فترة الأمور العاطفية ما تكون منيحة بأول نص بالشهر، بس من النص الثاني رح تنتعش العواطف، لهيك حاول تحافظ على استقرار علاقاتك، يعني إذا كنت قيد علاقة. طبعا مواليد الأسد هذا شهر في دعم كتير كبير، أولا من الأصدقاء، وفي عندك أهداف عم تضعها، أهداف جديدة عم تضعها، عم بتفكر فيها، في نجاحات، في تحقيق لبعض الأمنيات. كتير بشوفه شهر بالنسبة لك أنا جيد، يعني شمس الميزان، عطارد الميزان كتير داعمين لإلك على الأقل أول منتصف بهذا الشهر، لأنه من تاريخ 13 عطارد رح ينتقل للعقرب، حيحطك شوي بمواجهات مع أشخاص مسؤولين عنك، يمكن بالبيت، يمكن الأب مثلا، سلطة الوالد مثلا بالبيت، أو إذا كنت بتشتغل إذا كنت بتشتغل فالسلطات بعملك، يعني حاول أنه يعني تروق هيك وتتأقلم وتتكيف عزيزي مولود الأسد. بتاريخ 17 أوضاعك العاطفية بتتحسن كتير كتير، وبتدخل يعني هيك ساحات الغزل، أنت بتحب ساحات الغزل كتير وبتحب العلاقات وبتحب التنوع يعني بالتأكيد، فلهيك أنا بشوف أنه في حركة كبيرة عندك بيصير بالاتصالات، بالتنقلات، بالأسفار، بالدخول بعلاقات واسعة، في فرص جديدة بالعمل عند مواليد الأسد، نشاطه على السوشيال ميديا بيكتر بهي الفترة، يمكن هذا كمان يعني يعطي مكاسب وأرباح مادية مهمة بالنسبة لك. بس انتبه بعد تاريخ 13 ما تخلق تعقيدات بعلاقاتك. في عنا ولادة قمر ببرج الميزان بتشير لعملية أو لقرار أو فكرة أو خطوة وتغييرات مكان أو سفر أو منزل جديد وارد، يلي حاطين ببالهم طبعا هذا الأمر. البعض بينطلق بمشروع دراسي
أو تعليمي أو ربما تخصصي. بتحط حد لعلاقات بحياتك إيجابا، على الأغلب اكتمال الأمر هو قرار عاطفي بالنسبة لك أو قرار ببداية جديدة أو مناسبة. الأمور جيدة بتاريخ 23، شوي الأمور بتبلش بتتعقد شوي، يمكن بتصير مسؤولياتك أكبر، طموحاتك أكبر، لأنه بانتقال الشمس طبعاً لبرج العقرب يعني بدك هيك بقوة تنجح أمورك ومشاريعك، لهيك ممكن يكون في أعداء نجاح وممكن يكون في منافسات. ننتقل لمولود العذراء. مواليد العذراء يعني هذا شهر الحقيقة أنا بشوفه شهر مالي، كل التفاصيل المالية ممكن تبحثها بهذا الشهر، سواء بارتباطات، سواء بعلاقات، سواء براتب، سواء بالتزامات أو حتى بديون. يعني شمس الميزان وعطارد الميزان مؤثرين كتير وبيشتغلوا وبيتحركوا بفعالية ببيت المال الخاص فيك، ففي تحركات شوي للكواكب مزعجة، اللي هو طبعا المشتري يلي بده يبدأ حركته التراجعية، هذا بيعنيك طبعا ببرج الجوزاء. هلأ بيشير هذا التراجع لبطء شوي أو قلة فرص متاحة أو ربما اضطرارك لتكثيف الجهود أكثر، إنك تبحث عن تغييرات إيجابية بخطط بمشاريعك العملية. يمكن البعض من مواليد العذراء يرجعوا لعمل قديم أو يفاوضوا أشخاص قدامى على شيء جديد كنت عم تتعامل معهم. الأوضاع العائلية ما أنا مرتاحة كتير، يعني في عثرات شوي بالأمور العائلية، ولكن مثل ما ذكرنا الأمور المالية في تحسن بالمكتسبات أو حتى بالأرباح، أو ممكن يكون في مصدر جديد للدخل بهذا الشهر. طبعا الموضوع المالي حاسم كتير، بيكون كل مين حسب ظروفه، إذا عندك بيع، إذا عندك شراء، إذا عندك تسوية لقضية قانونية أو زوجية مثلا، فهذا شهر مهم لتحسم أمرك. الأصدقاء بيدعموك بهذا الشهر وبيريحوك أكيد، في معارف بيكونوا نافعين لإلك، في مواضيع العلاقة سفر يمكن شوي تتأخر أو تتأجل بس الفكرة قائمة. اهتمنا شوي بأوضاعك العاطفية اعتبارا من تاريخ 17، لأنه بهذا التاريخ شوي الأجواء بتتغير وما بيكون كتير الرومانسية حاضرة، يعني ما بتكون هيك الأجواء العاطفية مزدهرة، لا، لأنه انشغالاتك الكتيرة ممكن يعني شوي تشغلك عن وضعك العاطفي، لهيك ممكن يكون في شوي برود بعلاقتك مع الحبيب أو مع الشريك، أو ممكن يكون في بعض التدخلات العائلية بالعلاقة، فكون كتير منتبه. هلأ عموما من تاريخ 23 بتتبدد هالمتاعب شوي وبتدخل مرحلة كتير أفضل، بتجدد فيها أهداف، يمكن تتلقى مساعدة مهمة من صديق أو من جهة قوية. نروح لمولود الميزان. كيف هو مولود الميزان؟ يعني الشمس عندك، عطارد عندك، العام وانت بألف خير، لأنه هذا شهر الميزان، تعرفوا تشرين الأول هو بداية فصل الخريف، وهو طبعا نبارك لكل المولودين كمان بهذا الشهر. طيب هذا في تحركات كتير مهمة، أولا ولادة قمر ببرجك مولود الميزان بتاريخ 2، ولادة قمر تعني بداية جديدة حكما، هل هي بداية شخصية أو مهنية؟ أنا برجح مهنية شوي، أو ربما مالية، اتفاق مالي معين. عطارد أيضا بالنسبة لك داعم لتفاهماتك لمفاوضاتك. يعني هلأ المشتري اللي بلش يتراجع ببرج الجوزاء يمكن يشير هذا التراجع لظروف بتخص أوضاع دراسية بالنسبة للبعض مواليد الميزان، أو علاقات خارجية أو أمور السفر، هدول شوي بدك يعني تنتبه لهم أكثر. ولكن أنت بتم بهذا الشهر قوي وقادر على العمل بنجاح وبثقة عالية بالنفس،
اتصالك مع الآخرين بيكون كتير مميز وبيخلق أجواء إيجابية، أنت أصلاً مقنع يعني، فما بالك عطارد عم بيدعم أفكارك وعم يخلي حججك وبراهينك حاضرة دائماً وأفكارك عم بتكون واضحة. بس مريخ السرطان يمكن يخلق شوية فوضى بالعلاقات القريبة، يعني يلي إلى ارتباطات مهنية ومصالح مشتركة، لهيك حاول ما تخاطر بهذا الموضوع أبدا وتخفف شوي من الانفعالات، وخاصة مع أصحاب النفوذ أو المدراء أو المسؤولين بمحيطك، إضافة أنه الوضع الصحي متطلب بهذا الشهر، في مكاسب بهذا الشهر مولود الميزان وفي أرباح، ويمكن تتوفر فرص مالية لتحسين دخلك أو مشروع أو خطوة جديدة مرتبطة بوضع مستقبلي، يعني هذا بدك تفكر فيه. عملية بيع، عملية شراء، عملية تغيير، يعني بدك تعزز مكاسبك بهذا الوقت، بس خد قرارات سليمة. اكتمال أمر عنا بتاريخ 17 يمكن تثار بعض النقاشات اللي لها علاقة بأموال عائلية، موضوع ميراث مثلا، عندك قضية قانونية، عندك قسمة أملاك، عندك شراكة بدك تلاقي لها ترتيب تاني، البعض عنده توقيع عقد أو تغيير مسار وبداية مرحلة جديدة. طبعا الزهرة المتواجدة لتاريخ 17 ببرج العقرب بتزيد من احتمالات الارتباط عندك، يعني أنا بشوف أنه هذا شهر للميزان، مشان أختصر لكم، ممكن كتير يكون عنده خطبة مثلا، يعني فرصة لخطبة مو زواج بقدر ما هو خطبة، أو بتكتر أسفارك وتنقلاتك، يعني ممكن تتعرف على ناس كتيرة بهذا الشهر، مثل ما قلنا تحصل على مال، شهر حلو. طيب بس المزعج فيه هو طبعا المريخ بالسرطان يلي عم بيتعارض مع شمسك ومع عطاردك يلي على الأقل لتاريخ 23 موجود. ننتقل لمولود العقرب. صباح هلأ مولود العقرب، يعني أنا بعتبر شهر شوي مختلط بالنسبة لك، يعني ما بعتبره شهر سيء أبدا، وبنفس الوقت من جهة بيحمل بعض التأخيرات ومن جهة ثانية بيحمل تحسن. هلأ إذا بدنا نحكي عاطفيا الأمور جيدة، كون مطمئن. إذا بدنا نحكي ماليا من منتصف الشهر وبعد الأمور ممتازة، لأنه في تحريك لبعض الأمور المالية، بس شمس الميزان وعطارد الموجودين بالميزان شوي هيك بيأخروا بعض البدايات بالنسبة لك، يعني إذا أنا ناوي على خطوة أو على مشروع شوي بتحس إنه الأمور مانا كتير زابطة، أو فيها نوع من التأخير أو نوع من التسويف أو نوع من المماطلة، في بطء شوي بدنا نتحمله. بتاريخ 13 بتتحرر من أول كوكب مزعج اللي هو عطارد، بتتحرر منه لأنه حيصير ببرجك أنت شخصيا، فبيبسرع الأمور إذا عندك مواضيع العلاقة بأوراق، العلاقة بمعاملات، العلاقة بسفر مثلا، بترتيب أحوال، فبتبدأ من 13 الشهر الأمور تزبط معك أكتر، لأنه عطارد ببرجك رح يتضامن مع المريخ بالسرطان وحيعطوك قوة ودفع كبير وشجاعة لمواجهة ظروفك والارتقاء فيها. في تغييرات عند مولود العقرب ممكن كتير تكون بهذا الشهر، ممكن تكون على صعيده العملي على فكرة. عموما اعتبارا من تاريخ 23 وبوصول الشمس لعندك رح تتحرر من كل هالمتاعب اللي ذكرناها، ورح يكون عندك بدايات جديدة، وضوح بالرؤية لتقدر تخطو باتجاه الأهداف اللي انت حاطة ببالك. أمورك العاطفية عامة جيدة، بس بالنص الثاني من الشهر يمكن يكون في ارتباطات، ارتباط وضعك العاطفي بوضعك المالي، يعني مثلا ممكن
هلا ممكن حدا مواليد العقرب مثلا يفكر يرتبط بشخص غني أو شخص ثري، أو يكون في فرصة لهذا الأمر. البعض الآخر ممكن يكون موضوع المال معيق شوي لارتباطه يعني، بس في تزامن بين هالاثنين هدول يلي هن المال والحب. عموما بالنسبة لإلك بدك شوي هيك تركز بهذا الشهر على أمورك الصحية وعلى أوضاع السفر، أرجوك يعني هاي كتير مسألة، وحاول تعالج أي أخطاء ممكن صارت بالماضي. نهاية الشهر، العشرة أيام الأخيرة، في عروض حلوة، في فرص، في تعويضات كتير مهمة، بتبدأ الأمور بتستعجل بالنسبة لإلك. يمكن يكون عندك تعامل مع جهات بعيدة أو حتى غريبة عنك من بلد تاني مثلا. البعض من مواليد العقرب عندهم حسم وقرار بإجراء صحي أو طبي بهذا الشهر. عموما يعني أنا بشوفه شهر جيد وبيتحسن تدريجيا وصولا لتاريخ 23 الشمس لعندك، لتحسن فترة من الحيرة والتردد. ننتقل لمواليد القوس. يا صباحو، هلا مواليد القوس يعني هذا شهر داعم، شهر حلو، شهر داعم يعني تقريبا على كافة الأصعدة الحقيقة. لأقول لك بس التفصيلات كيف حتكون مشان انت يعني يكون عندك هيك شوي ادراك للتوقيتات الصحيحة لأي امر. طيب هلا القوس الكواكب داعمة إلنا وفي فرص وبتأمن لك مناخ جيد عصعيد علاقات عامة، صداقات مهمة وداعمة كتير بهذا الشهر. السفر هدف ممكن تحققه، في تحسن بالأمور المهنية، في دعم من جهات نافذة أو حتى قوية، في مشاريع، في خطط بتتبلور بهذا الوقت، أفكار أيضا تضع موضع التنفيذ. المشكلة بتراجع كوكب المشتري، الحقيقة تراجع كوكب المشتري اللي هو كوكبك الحاكم وببيت الشراكات، يعني ممكن يثير بعض الإشكالات مع الشركاء، شركاء العمل، شركاء الزواج، شركاء العاطفة. بدك تنتبه كتير أول 15 يوم من هذا الشهر، كتير بدك تنتبه على علاقاتك واستقرارها. لا تثق بالعلاقات الجديدة فورا، لأنه يعني وحاول ما تحسم أمورك، طول بالك على الأقل لتاريخ 17. من تاريخ 17 رح تبدأ أنت تشوف الأمور من منظار مختلف أكتر، يمكن تعدل عن بعض الأفكار، يعني ما تعود متمسك بقرار معين. بس أنا بخاف على مواليد القوس شوي من ازدواجية شوي بالمشاعر، تعددية شوي بالعلاقات بهذا الوقت. ممكن أيضا علاقات، يعني تدخل علاقات يعني هي مجال للورطة يعني الحقيقة، يعني خليني أقول علاقات سرية، يعني كوني كتير منتبه يعني، وحاول دائما تعمل توازن واستقرار. بس إجمالا القوس يعني تقريبا لو كنت حاسس ببداية الشهر شوي بوحدة على المستوى الشخصي عم بحكي طبعا، أو هيك حالة من الذكريات بتعبر ببالك، بس من تاريخ 17 رح تتغير الصورة كليا، يعني رح تشوف الأمور واضحة أكتر. يمكن تسافر، يمكن يكون لقائك بشخص عبر سفر، ممكن شخص غريب عنك، يعني وارد. البعض بينسحب من التزام أو من علاقة، يعني في نهايات على فكرة بهذا الشهر، نهاية علاقات، وغالبا العلاقات يلي ما لا قوية، العلاقات يلي عمرها قصير بتنتهي بهذا الشهر. الأوضاع المالية يعني أنا بخاف بس من الإفراط المالي، أمورك المالية جيدة بس في شوية إفراطات أو في شوية استغلال من المحيط لإلك، فكون تركيزك كتير عالي. شوف لا تديم مصاري ولا تديم من حدا، مالك مضطر، أنت ومولود العذراء، أنتوا الاثنين لا تشتغلوا هالشغلة أبدا بهذا الشهر. طبعا في تغييرات أيضا أسلوب العمل، شوف يمكن إدارتك بالعمل تفرض عليك شروط معينة أو تفرض عليك مهام جديدة بدك تكون قدها.
أمورك عموما بخير. بتاريخ 23 انتقال الشمس لبرج العقرب، يعني بتتباطأ القصص شوي وبتهدأ، يعني الأمور ما بتعود بالسرعة المطلوبة، في انتظار يعني اعتبارا من تاريخ 23. مولود الجدي كيفك؟ يسعد لي أوقاتك. هلأ مولود الجدي بشهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2024 تتراوح أوضاعك ما بين مسؤوليات كتيرة وتقيلة بتوكل لإلك، وما بين واجباتك العائلية والاجتماعية الضاغطة. أنا ما بعرف قديش بدك تحاول تنظم هذا الموضوع، لأنه في جهد بده ينعطى، سواء بالعمل يلي ممكن يكون متعب شوي بالنسبة لإلك، لأنك ممكن تكون خايف على موقع أو مكسب ما، فلهيك حفاظك على المواقع واستقرار أمورك يتطلب المزيد من الجهود. مراحل هذا الشهر صعبة شوي، لأنه شمس الميزان تتعارض معك، عطارد الميزان، مريخ بالسرطان، يعني في مواقع شوي ما بتكون كتير مريحة، فما تسمح للإحباط ببعض الفترات أنه يسكنك، يعني تقلي الواجبات اللي بيتعبك. الصحة كل الشهر متقلبة، ما بتكون كتير مريحة، يعني طريقة تواصلك مع الآخرين تكون عصبية شوي، خاصة مع العائلة، يعني المحيط، الناس المقربين منك، أو حتى مع بشغلك، يعني ممكن، يعني فبدك تلجأ عزيزي الجدي لشوية تسويات، لشوية تنازلات لتنجح مساعيك يعني، ولا تعاند بكل موقف، اهتم بكل التفاصيل وكون منتبه ومركز كتير. هلأ أنت بهذا الشهر شوي عديم الصبر، أو يمكن من الضغوط يلي عم تتحملها ممكن هيك تكون نرفوز شوي، مع أنه أنت شخصية هادئة إجمالا، بس يعني أحيانا تتغير شوي بشكل مؤقت الأمزجة. أهم شيء أنك تركز على عملك وتفاصيله، بتكون الأمور جيدة. هذا شهر طبعا بيدعم صداقاتك كتير، وخاصة اعتبارا من تاريخ من منتصف هذا الشهر بتكتر اللقاءات، وبتشعر عزيزي الجدي بتشعر انه احيانا الصداقات بتكون كتير مهمة بالحياة، وانت بتعرف هذا الشيء، بس بتدرك أهمية أصدقائك بهذا الشهر، لأنه حيكونوا هن تعويض عن المتاعب الأخرى. في عرض مهني جديد ممكن يتلقوه البعض من مواليد الجدي، بس ما تاخذوا قرار هلأ، استنوا للشهر القادم بيكون أفضل، يعني فاوضوا احكوا وعملوا تجريب وكل شيء، بس الحسم للشهر القادم. يعني الظروف جيدة، هلأ بتتحسن كتير اعتبارا من تاريخ 23، وقت الشمس بتحررك من ضغوطها وبتنتقل للعقرب. عاطفيا أنا ما بشوف كتير الأمور جيدة، يمكن تكون شوي مزعجة، بتتدخل أوضاعك المهنية بالعاطفية، بتبتعد عن الشريك أو عن الطرف الآخر بسبب المتاعب، بسبب العمل، بسبب الضغط، تلاقي حالك بعيد، أو بتحس هيك شوي إنك منكمش على نفسك، أو في حيرة، أو عم تعيد النظر ببعض التفاصيل المتعلقة بالآخر بالنسبة للغير المرتبطين، يعني بيفكروا إنه هالعلاقة اللي أنا عايشة هلأ مثلا جدية مستقرة، هذه اللي بدي إياها. لايك كتير مواليد الجدي ممكن يضعوا حد العلاقة ما عادت مناسبة لإلهم خلال هذا الشهر، وتحديدا من بعد تاريخ 17. الماضي في زيارة لإله بهذا الشهر مولود الجدي، ممكن باتصال، ممكن بلقاء، ممكن بأخبار، ممكن أنت بينك وبين نفسك، يعني تكون عندك هيك مرحلة من إعادة التفكير والتقييم. نروح للبرج ما قبل الأخير مولود الدلو صباحه.
شو الشهر الحلو مولود أدلو، يعني رغم أنه في شوية منغصات، يعني ما في شك أكيد، يعني ما بيخلى الأمر، بس يعني في تراجع أورانوس بيأثر عليك طبعا، دخول بلوتو لبرجك كمان بيتعارض مع تراجع أورانوس فبيعمل شوي إزعاجات، أو بالأحرى بيعمل مفاجآت، يعني بدك تكون مستعد لإلها. عموما أنت شخص يعني ما بتفقد السيطرة والصلابة أمام المفاجآت، يعني ما عندي شك بهذا الشيء. بس إجمالا شمس الميزان داعمة جدا لإلك، عطارد الموجود بالميزان بيحرك كتير قصص وبيسرع لك من الظروف المرجوة اللي أنت بدك إياها، بس يعني بالمواقف الصعبة بدك تطول بالك شوي، يعني خاصة إذا كانت على المستوى العائلي، لأنه في مفاجآت عائلية بهذا الشهر حتما لمواليد الدلو. إن شاء الله تكون إيجابية هالمفاجآت، ما تكون سلبية، بس أنت بتعرف كيف تتعامل مع بالتأكيد. طيب هلأ نحكي بالنسبة للعمل، في بدايات جديدة، لأنه في بدايات جديدة، ممكن يكون بداية مهنية جديدة ولكن بمكان آخر، لأنه في سفر بهذا الشهر، في خطة تجاه انتقال من مكان لآخر، أو سفر أو تغيير إقامة أو تغيير سكن للبعض من مواليد الدلو، ما في شك لأنه ولادة القمر بالميزان هيك بتعمل. في اختبار لجديد عندك بالتأكيد، بس أنت بالنهاية بتحسم أمرك وبتاخد قرار مهم ومصيري جدا بتبني عليه مرحلتك القادمة. خلينا نقول أنه ممكن كتير تحسم أمور، تتراجع عن أمور ما عادت مفيدة ولا نافعة. هلأ نصيحة أنك تنظم أمورك كلها بالنص الأول من الشهر، يعني أول 20 يوم حيكونوا كتير داعمين لك أكتر من 10 أيام الأخيرة، تمام؟ يعني حتى الحقيقة لتاريخ 13، لأنه 13 عطارد بيغادر وبيدخل برج العقرب، تطرأ يعني شوية مصاعب وشوية متاعب. كتير مواليد الدلو عندهم أمور عقارية بهذا الشهر، قلنا ممكن يغير مسكن أو يعدل شيء ببيته مثلا، ممكن البعض الآخر يكون عنده مواضيع العلاقة بسيارة، أيضا بيع أو شراء، يعني في قصص بتشغله بهذا الوقت. هلأ في تشابكات شوي بعلاقتك مع الشريك، ممكن تكون كتير متطرف بمواقفك، هذا الشيء مثير للغيرة والجدل مع الطرف الآخر، في هيك بعض الخلافات، يعني كون أكثر انتباه لعلاقتك مع الشريك، فيها فوضى العلاقات شوي العاطفية بهذا الوقت. ممكن يتدخل أفراد العائلة ببعض قراراتك، يعني تحس أنه عم ينفرض عليك، يعني أو تتردد بإتمام بعض بالاستمرار ببعض العلاقات العاطفية. 17 شهر موعد مهم، لأنه حتتحرر من الضغوط العاطفية وحتتحسن أمورك بشكل عام وعلاقاتك، يعني بيصير في انه تفاهمات اكثر، فرص اكثر للتعارف، للدخول بجديد، يعني المهم انه ما يكون عندك كثير حساسيات. الايام الاخيره من الشهر عزيزي مولود الدلو بدك تهتم كثير بوضعك المهني، علاقاتك بالعمل، سمعتك حط لي اياها بين قوسين، في اقاويل، ممكن حدا يروج عنك اشاعه معينه، ممكن حدا يأول عنك شيء، ممكن تشعر بمنافسه او اشخاص عم يحاولوا انه يزيحوك من مكان او من موقع او يظهروا لك بعض الاخطاء، فكون حريص. اخيرا الى مولود الحوت، يا عيني على مولود الحوت، شو بده يرتاح هذا الشهر، مو بس بده يرتاح ومقبل على خيارات جديدة. هذا شهر للتعويض عزيزي الحوت، لاتخاذ القرارات المهمة بحياتك واللي كنت متردد فيها، لحسم بعض الخيارات أو لحسم ببعض الظروف، سواء كانت العاطفية أو حتى الشخصية. يعني بشوفه أنا كتير شهر حلو لمواليد الحوت. الحقيقة شمس الميزان داعمة، عطارد بالميزان أيضا، يعني بالنسبة لك حلوين، يعني رغم أنه بيزيدوا من تعبك وبيحملوك مسؤوليات كتيرة، بس أكيد هن يعني بالنسبة لك
أريح بكتير من وقت كانت بالعذراء الشمس وعطارد، كان في شوي هيك تعب ومشاكل. هلا بتفكر بشكل جدي بأمورك؟ البعض مواليد الحوت ممكن كتير يكون عندهم دعم، ما يكون تأثيرات سلبية أبدا، الأوضاع المالية بتتحرك للأفضل، دعم مالي، دعم من شراكة، مال بتحصل عليه كان مؤجل، يعني وارد هذا الشيء. في نقاشات حاسمة ما في شك مع أطراف تانية لترتب وضع ما، ممكن متعلق بحقوق مالية لك، بس إجمالا هذا شهر بتوصل لأهدافك فيه ولازم تغتنم الفرص بشكل كتير صح. بتاريخ 13 بتتحسن الأمور أكثر وأكثر، لأنه عطارد رح يدخل لابرج العقرب، يعني بتقدر جهودك وبتنطلق واثق بخطواتك وبتثبت حضور وبتثبت قوة بمجالك المهني، وممكن تبدأ بجديد أو تفكر جدياً بحسم علاقة أو ارتباط أو بتسوية قضية قانونية أو زوجية. ممكن في عندك تغيير بهذا الشهر بمصادر الدخل وتحسن مالي إلنا، بدك تحطه بعين الاعتبار طبعا. فيك تلاقي صيغ تفاهم كتير مهمة، تمشي أوراق، تمشي معاملات إلنا قانونية أو إدارية. أيضا من بعد تاريخ 13 بتبدأ الشهر بدعم عاطفي كتير كبير. هلأ بين تاريخ 17 الأمور بتتغير شوي بالنسبة لك، بتوجه اهتماماتك للعمل أكثر، والأمور العاطفية مو بتبرد بقدر ما بيكون فيها اتفاقات، يعني ما بتكون كتير رومانسية، ما بتكون كتير هيك مشاعر الحب والشغف وهالقصص اللي انت بتحبها، لا بتكون أمام مسؤوليات تجاه الشريك أو تجاه الطرف الآخر، فممكن يكون في اتفاق على مشروع معين مثلا أو على خطوة معينة. بس ممكن كمان الحوت بهذا الشهر يعيش شوية صراعات ما بين القلب والعقل، يعني ما بين علاقتين، فكون كتير منتبه. تبرد شوي العلاقات لنا بهي الفترة بالنص الثاني من الشهر، ويمكن تشكو من بعض الإهمال، يعني إنه ما حدا عم يفهم عليك وما حدا عم يفهم مشاعرك، بس يعني القصة مو طويلة. تاريخ 23 الشمس إلى العقرب داعمة جدا لتدخل مرحلة رائعة تمتد للشهر القادم، فيها سفر، تعويضات، تغيير مكان، تغيير منزل. بالنسبة للبعض ممكن هجرة، تفكير بهجرة يكون حاضر عندهم بهذا الوقت، بس المهم إنه من تاريخ 23 أنت عم تبدأ تضع خطط مستقبلية لحياتك.